مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر من خلال شاشات الكارما وعبر الأقمار الصناعية التي تغطي العالم، لنكون معا نحو عالم أفضل. عالم أفضل يدرك ويعرف محبة الله الفائقة المعرفة التي تبدد الظلام وتطرد الخصام، تبني العلاقات المنهدمة وتهد الأسوار في أيام يسودها الكره والإرهاب والانتقام، في أيام صعبة يعلو فيها صوت الحرب والدم، وإذ بسحابة أمل، وإذ بهمسة أمل، وإذ بهمسة حب في عيد الحب، وكأنها تهمس في أذن كل واحد فينا، تذكره بالابن البكر الذي هو الحب، الذي جمعنا كزوجين، كحبيبين، كصديقين، كأبوين، الذي جمعنا كأشقاء، كأقارب، كأنسباء، الذي جمعنا كشركاء للخدمة، كشركاء في العمل، كشركاء أرض ووطن. هذا هو الحب الذي هو أقوى دواء لأصعب داء يصيب العلاقات والمجتمع. أحبائي، تعالوا مع عدسات الكارما نقترب من ضيوف هذا اللقاء حتى نتعرف عليهم، فهم يشغلون بال كثيرين ولهم الكثير من البصمات الواضحة في حياة عديد من المرنمين والخدام وقادة العمل الروحي في العالم. الدكتورة أمال توفيق، الأستاذة بكليات اللاهوت ومعهد حجاي الدولي، أهلا وسهلا بيكي، سعداء تنورينا وتشرفينا في هذا اللقاء. أنا مشرفة بوجودي معاكم، وكل سنة وأنتم طيبة وجميع المشاهدين طيبين. أهلا وسهلا بيكي. وأيضا معنا باستديوهات قناة الكارما الفاضل، له تايتل كبير، الأديب، الكاتب، المفكر، الشاعر، له العديد من الدواوين التي كتبت وصلت لقلوبنا، وصلت لإيدينا، وهتعيش على مدى الزمن تخبر أن هناك شخص أحب الرب فعاش الحب مع زوجته، مع أولاده، مع أحفاده، مع كل شخص تقابل معه، الشيخ نعيم عاطف. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا ستي، وشكرا على التحية. أنا بقدم نفسي دايما، أقول نعيم عاطف، مواطن مجهول وكاتب مغمور، وربنا أحسن ختامي. شكرا على تحيتك ليا، وتحية لجميع المشاهدين، وربنا يملأ أيامهم كلها بالحب والرحمة والمودة والتعاطف. آمين آمين. مرة تانية أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أحبائي، كل عيد حب وأنتم طيبين. كلمة حب ليها معاني كتير قوي، هنسمعها ونعرفها، هنقرب عليها ونفهمها، يمكن بنمارسها بس ممارسة سطحية. إزاي النهاردة نقرب لربنا اللي هو مصدر كل الحب حتى ناخد منه حب؟ لأنه اللي مش شبعان حب ما يعرفش يدي حب. حبايبي، قبل ما نقرب من موضوعنا، تعالوا مع بعض نهدى قدام كلمات هذه الترنيمة. صدقت وأحببتني من قبل أن أعرفك، أنت اخترتني، غفرت إثمي وبالصليب فديتني، وبثمر روحك أنت
جملتني بهالة أتقدم لعرشي نعمتك وثقتي في اسمك تترجى رحمتك بالألغام والألحان قلبي يحمدك وبالتسبيح والتهليل قلبي يشكرك فها أنا تقدم لعرشي نعمتك وثقتي في اسمك تترجى رحمتك بالألغام والألحان قلبي يحمد وبالتسبيح والتهليل قلبي يشكر القدوس فيا ينير لي يا مرشدي كل الكرامة والعبادة تليق بسيدي فبالخشوع والسجود أنحني يا عاضدي فمد يديك وأقم يا رب صخرتي أتقدم لعرشي نعمتك وثقتي في اسمك تترجى رحمتك بالأنغام والألحان قلبي يحمد بالتسبيح والتهليل قلبي يشكر فأنا أتقدم لعرشي وثقتي في اسمك تترجى رحمتك بالأنغام والألحان قلبي يحمد بالتسبيح والتهليل قلبي يشكر أحبك يا ربي أحبك بالأنغام والألحان قلبي يحمد وبالتسبيح والتهليل قلبي يشكر فأنا تقدم لعرشي نعمتي قلبي يشكر أنا تقدم لعرشي نعمتك وثقتي باسمك تترجى رحمتك بالألغام والألحان قلبي يحمد وبالتسبيح والتهليل قلبي يشكر أحبك يا ربي
أحبائي، أجمل ما في حب الله إنه حب لا نهائي، ليس له نهاية. بعض الحب يتوقف في بعض الظروف، لكن هذا الحب الوحيد الذي لا يتوقف أبدا فهو يظل أمين رغم عدم أمانتنا. تعالوا النهاردة نتعرف مين هو إله المحبة، مين هو الله المحب، لكن كمان مين الإنسان المحب، مين الإنسان المحبة. حبايبي، قبل ما نطرح أي سؤال عايزة استفيد بكل لحظة انتوا هنا فيها. نفسك تقول لنا إيه في البداية دكتورة أمال؟ أقول كل سنة وانتوا طيبين لكل فريق الكارما، وأيضا لجميع المشاهدين والمشاهدات من كل الخلفيات في كل القارات الخمسة، وربنا يجعل كل أيامكم عيد حب مش بس يوم واحد في السنة، ويشملكم برعاية خاصة فيها عطاء وفيها محبة وفيها مصالحة وفيها سعادة وفيها فرح دائمين منه. الحاجة الأولى كمان إن احنا فرحانين إنه نبقى نتكلم شوية عن المحبة والحب. الناس كلنا شبعنا من العنف والكراهية والقتل باسم ربنا وكل أعمال الشر بترتكب وهي مضادة للمحبة ومضادة للحب. جميل قوي إن احنا لما نلاقي ملايين الناس في كل أنحاء العالم بتحتفل بالمناسبة دي يوم 14 فبراير شباط من كل سنة بما يسمى بعيد الحب، لأنهم فعلا حاسين أنهم تعبوا قوي، تعبوا قوي من كل الأيام اللي فاتت، وعاوزين ياخدوا واحد راحة في وسط الهموم وفي وسط التكدير وفي وسط العنف وفي وسط الكراهية اللي الناس بتعاني منها في كل الأرض. جميل جدا ان احنا نحتفل النهاردة مع بعض ككل البشر ونقول يا رب ادينا ايام فرحانة وايام بعيدة عن الكراهية. امين امين امين, أمين. عبارة جميلة، الناس محتاجة واحد راحة. أيوة. وواحد الراحة دي تتوفر لما يتوفر الحب. أمين. حضرت الشيخ الدكتورة أمال قالت عبارات كتير، انا عايزة استوقف عند كل كلمة فيها، بس قالت عبارة كمان فرقت معايا: يا ريت عيد الحب ما يكونش يوم واحد. أمين. لكن تكون كل أيامنا عيد حب. أمين. عايز تقول لنا إيه؟ اتفضل. أنا أؤيد اللي قالته أمال وتحليلها الأمر، إن عيد الحب ده ظهر عشان الناس خلاص عايزة تلقط نفسها لما زهقت من كل الشرور اللي حاصلة، ربنا يديمه على طول. أنا بأيد كلام أمال، لكن كمان عايز أقول بقوة إن احنا بنأيد كل إنسان في العالم يدافع عن العواطف السامية التي يأتي الحب على رأس القائمة فيها. أحب كمان أقول إن احنا بنأيد كل شاعر وكل أديب وكل كاتب وكل روائي كتب كلام بيمجد فيه الحب وبيزرع الفكرة دي في قلوب الناس. أحب أقول كمان إحنا بنأيد كل فنان في أي مجال من مجالات الميديا يحاول يقدم لنا طريق للحب ويخفف عننا شوية وقع الأخبار السيئة اللي بنسمعها اللي بتكتم على نفسنا، فنحن نحترم كل فنان ونؤيده. ونحن ندعو الفضائيات أيضا وعلى رأسها الفضائيات المسيحية أن يكون لديها هذه المبادرة. نعم. الفضائيات المسيحية واحدة من مسؤولياتها أنها ترمي بذور الحب وتشجع الناس على الرضا وعلى التسامح وعلى الفرح. بحيي جميع الفنانين التشكيليين اللي عملوا كروت لعيد الحب. عارفة حضرتك عيد الحب ده مرتبط جدا بالبطاقة، البطاقة اللي يرسلوها الناس. كروت مع نشأة عيد الحب نشأ معاها تصميم كروت معايدة خاصة للحب. احنا بنحيي كل فنان النهاردة في الأسبوع ده، يعني بيتوزع ملايين يمكن مليارات من الكروت اللي فيها الإبداعات. احنا بنحيي الفنانين التشكيليين. أضيف برضو من مشاعري العامة اللي حضرتك سألت عنها أني بأرسي جدا لحال التكفيريين الناشفين
اللي عايزين ينشروا رسالة خشنة ويمنعوا أي كلام في قضية الحب. الناس التكفيريين دول موجودين في جميع الديانات بالمناسبة وجميع الطوائف. نعم. ناس مش عايزة الناس تتكلم عن الحب ولا تحتفل ولا تفرح. نعم. عايزة الناس يعيشوا في نكد. يمكن يا أخت ميرفت يكون الشيء الوحيد اللي بيألمني في احتفالات عيد الحب هو قتل الورد. قتل الورد. الناس بيقطعوا ملايين الورد. الورد. ورد. ما العيد ده مرتبط بوردة. نعم. تلفيها بسلوفان وتقدميها. نعم. أنا عايزة أكد عليها، بقولها مرة تاني عشان أكد حضرتك قلت عبارة صعبة وقوية. قتل الورد. احنا بنقتل في العيد ده ملايين الزهور، ونقتلهم باسم الحب. نعم. نقتل كائن بريء جميل طلع للصبح يصبح عليا وهو عمره كم يوم، اروح اصف ده عشان ابعت تحيه لحبيبتي على حساب روح هذه الورده. يعني منتهى الوحشيه. نعم. منتهى الانانيه. نعم. منتهى اللامبالاه، يتعارض تماما مع جماليات الحب. بس على العموم انا بقول الكلام ده وزعلان، ارسال ورده خير من تفجير قنبله. نعم. ارسال كلمه حب خير من ارسال رساله تهديد. هاي حاجه احسن من حاجه. وعلى العموم مع هذه الاشجان انا اعتذر لعمنا العزيز فالنتاين. في الحقيقه كلمات جميله جدا جدا. انا مع حضرتك، اقدر واثني على كل كلمه قلتها، اقدر كل فنان هو بيبدع عشان يوصل رساله حب، كل كاتب، كل اديب هو عمل دواوين من شعر يدعم بيها رساله الحب، لاني من غير الحب مفيش حياه، لان الحب حياه. ولكن دكتوره امال، حضره الشيخ اشار واعتذر لحد اسمه فالنتاين، من هو وايه ارتباطه بعيد الحب؟ فالنتاين ده اسم شخص قدسوه بعد ما اتقتل في القرن الثالث الميلادي، يعني بعد حوالي 280 سنة من ميلاد السيد المسيح. وهو عاش في المرحلة دي، عاش في أسوأ قرن بالنسبة للاضطهاد المسيحيين في ذلك الوقت. معروف أنه القرن الثالث الميلادي شهد مجازر ضد المسيحيين عشان جريمة واحدة ارتكبوها في نظر القتلة، أنهم أمنوا بالمسيح وخصوصا من الرومان. من ضمن القتلة دول كلوديوس الثاني، وهو كان إمبراطور روماني مشهور بأنه من أشد أعداء المسيحيين، وبيقتل فيهم وبيضطهدهم وبيذبحهم ويعذبهم بقدر الإمكان. اللي حصل أنه هذا الشخص عشان ينفذ أعمال الاضطهاد بتاعته كان عنده جيش كبير ضد الدول الأخرى وأيضا ضد المسيحيين. وكان يؤمن كلوديوس بحاجة غريبة جدا، إن هو لازم يكبر الجيش بتاعه طبعا، لكن يكبره إزاي؟ بأنه ينضم له رجال من الشباب في سن الجواز، إنه مش لازم أبدا إنهم يتجوزوا، لأنه هو يظن إنه الجنود الشجعان الأقوياء مش لازم يبقوا متجوزين. فأصدر مرسوم ملكي، أصدر قرار إمبراطوري ممنوع منعا قطعيا على الشباب الرجالة في سن الجواز إنهم يتجوزوا. كان فيه أسيس محترم اسمه إيه؟ فالنتاين. فالنتاين اعترض على القرار وقال إن ده قرار مش إنساني. نعم. وقرر كمان باعتباره أسيس كاهن كاثوليكي في ذلك الوقت إنه يعمل إيه؟ كل شاب في سن الجواز وشابة عاوزين يتجوزوا سرا من وراء عيون وبصاصين الامبراطور القاسي يعمل لهم عقد الجواز. فعرف القصر، عرف الامبراطور كلوديوس الثاني باللي بيعملوا الجريمة الكبيرة اللي عملها الشنعاء اللي عملها مين؟ فالنتاين، بانه بيجوز الشباب في السن في سن الجواز، وده ضد القرار بتاعه. فقبض عليه، قبض على فالنتاين القسيس
وكان مخلص جدا القسيس في محبته للشباب في السن دي، ومن حقهم انهم يتجوزوا حسب رأيه، مع انه هو نفسه ما كانش متجوز لانه قسيس كاثوليكي. اللي حصل فعلا انه بعد ما اعتقلوا وسجنوا وعذبوا، هو التقى ببنت السجان، والتاريخ لم يذكر لنا اسم بنت السجان، لكنه البنت السجان كان معروف عنها انها مكفوفة البصر لا تستطيع ان ترى. صلى لها القديس فالنتاين ويقال انها شفيت من عماها وابصرت، وده قبل ليلة واحدة من تنفيذ الاعدام فيه من كلوديوس الثاني. ساب اول بطاقة حب بيقول لها: مع اعتزازي الشديد بيكي ومع خالص تحياتي منك، والتوقيع فالنتاين. ويقال ان دي اول بطاقة او كارت معايدة في عيد الحب من اي انسان على وجه الارض للانسانة مجهولة، كل نعرفه عنها من الروايات انها بنت السجان. في الوقت ده كان في ايضا اتنين من المطارنة اسمهم برضو فالنتاين، وتوفي وفي نفس القرن الثالث، وتم كنايس بعض الكنايس بتحتفل بذكرهم برضو يوم 14 شباط او فبراير. ولا احد يعلم على وجه اليقين من هو فالنتاين فعليا وايه قصته الحقيقية، لكن ما ينسك حواليه من روايات امر مبهج لانه بيقدس المحبة والحب. قصة لطيفة في معناها، بترفع معنوياتنا في وسط عقارة الزمن. رائع جدا، وإشارة ورمز. وأيا كانت القصة إلا ليها فحوى وليها صدى، وبتجمع ناس وبتجمع حبايب. أمين. والنهاردة بقت رمز جميل ممكن ناس كتير تتجمع حواليه، يمكن تدوب أمور سنين ورا لقاء في عيد الحب. عشان كده حضرة الشيخ يبقى السؤال: إيه هو الحب؟ هل الحب إحنا فاهمينه صح؟ هل بيقف عند بعض الروائيين أو عند بعض القصص اللي سمعناها زمان عن قيس وليلى، عن روميو وجولييت، عن عنتر وعبلة؟ هل ده مفهوم الحب؟ هل في حب تاني؟ هل إحنا فاهمينه صح؟ محتاجين نسمع منك. التعريف الحب أمر صعب إن واحد يقوله خالص. أستاذنا الكاتب الغنائي الكبير أستاذ حسين السيد حب يقول في بداية القرن التسعتاشر، بداية القرن العشرين عفوا، قال الحب كلمة من حرفين من غير ميعاد يقولوها اتنين، وده اللي سمحت التقاليد ان يقولوا. هو عايز يقول ان الحب ده شيء بسيط لكن ليه سلطان قوي يؤمر فاصير. طبعا ايام الاستاذ حسين ما كانوش في اتنين بيقولوا لبعض، كان في ابو العريس بيقول لابو العروسه، انما الاتنين ما بيقولوش. بس هو زودها شويه وقال ان الحب شيء غامض قوي يؤثر على الناس وغيرها. المعاجم اللغوية بتقول كلام ناشف حبتين، يعني تسألي في لسان العرب ايه هو الحب، يقول لك الحب هو نقيض البغض وهو الوداد والمحبة، ما قالش حاجة. بالمناسبة الحب في العربي اسمه الحب، يكتبوه في قاميس الحب او الحب، يعني الحب مش مستعمل. المعجم الفلسفي اللي بيحاول يحلل مشاعر الناس قال الحب هو الرغبة، هو الميل، الميل إلى شيء أو الميل إلى شخص، وهو مبني على تخيل الكمال في هذا الشخص أو في هذا الشيء، مما يزيد في داخل الإنسان الرغبة للارتباط به. وده اللي بيفسر علاقة الزوج بزوجته، علاقة الصديق بصديقته، علاقة العامل بمهنته. كل العلاقات اللي فيها انجذاب
هو بيقول هو نوع من تصور الكمال في شيء فيجعله يميل ليه. علاقة المواطن بوطنه. يعني كل العلاقات دي بيقول أساسها هو تصور الكمال في هذا الشيء. أنا برضو رغم كل التعريفات دي بعتقد أن الحب أكبر كتير قوي من الكلام. الحب ده قمة المشاعر، وكفاية أن الله محبة. نعم، وكفاية أن الله محبة. عشان كده يمكن أقول يصعب علينا شرح كلمة الحب، لكن في سياق كلامك جناب الشيخ حضرتك قلت عبارتين، قلت أن الحب من حرفين ولكن ليه سلطان قوي على الإنسان. برأيك إيه السبب؟ ممكن أنا أقول أقطع كلامكم في حاجة جداً. هنا جداً اتفضل. فعلاً الحب ما نقدرش أبداً، لأنه دي أسمى مشاعر إنسانية. نعم، وما نقدرش نحدده بقوالب، وما نقدرش نوصفه، وما نقدرش نحدد معانيه، لأنه فوق الكلام وفوق مستوى التعبير عنه. نعم، يعني في ملايين الكتب، ملايين الأشعار، ملايين القصائد، ملايين الكلمات المصورة. الفنان مثلا مصطفى حسين قعد سنين طويلة يرسم ويكتب الحب هو. وكل الناس في أنحاء العالم سواء في الشرق الأوسط أو في الدول المختلفة بيحاولوا يجتهدوا عشان يعرفوا الحب والمعايشات المختلفة ليه، لكن لم يصل أحد. كما لو كنت واقفة على شاطئ البحر بتملي ايدك من المحيط، ومش ممكن ابدا نغرف كل ابعاد المحيط. نعم، مهما وصل لايدينا وكان اتساع اكفينا مش هنوصل ابدا لحجم الحب بمعانيه المختلفه. رائع يا دكتوره، وسعتي علينا البحر فعلا، لاني فعلا الامر اكبر من انه يحد. ودايما لما عينينا بتروح على محبه ربنا الغير محدود بنحس بالحب. يمكن هو أسمى رمز نقدر نحطه قدام عينينا، محبة أبدية أحببتك، يعني ليس ليها عمق ولا ارتفاع، ليس ليها اتساع، ما نقدرش نحصرها ولا بذهننا ولا بفكرنا ولا مشاعرنا تقدر تحتويها. ما نقدرش نقدر، يعني شيء زي ما حضرتك أشرتي ما نقدرش أبدا نحده لا بإيدينا مهما انغرفنا منه. وجميل في تعبيرك لو من ايدينا وغرفنا منه مش هيقل. تمام، مش هيقل، مش هنوصل لابعاده، ومش هنوصل لابعاده. بس مع الاصطلاح انه في حب عذري، وده نسمعها كتير من ايام ما الانسان عاش في حياته، في محبته، في علاقاته، في مشاعره، في حب عذري. قصدي ايه بيه يا دكتوره؟ حب عذري هو حب نقي بعيد عن الهوى والشهوه. نعم، وحب شهواني أي جسدي يتملكه الشهوة. ففي بيسموها قسمين كبار قوي قوي من الحب، الحب العذري والحب الشهواني أيضا، إرضاء للشهوات. فدي في أثناء المسيرة مع الحب وتفسيراتها وبنحاول ندور حواليها بيبقى فيه العالمين دول، عالم الحب العذري وعالم الحب الشهواني بين الشباب وبين الكبار أيضا، لأنه حب الكبار لا يختلف في مشاعره عن حب الشباب في السن الصغير. دكتورة عايزة أرجع تاني وأقف عند المعدلين اللي حضرتك حطيتيهم قدامنا. ده معناها أنه في أنواع للحب، وده معناها أنه مش كل الحب بمفهومنا ده الحب، لكن في حب رغبات، حب شهوة، لكن تمام. هناك حب آخر محتاجة أرجع وأسمع باستفادة من حضرتك، ويبقى السؤال ومحتاجة الإجابة. إيه سبب حضرتك سألتيني سؤال؟ نعم، وأنا بعتذر ليك والمشاهدين أن الراجل عجوز نسي السؤال. ممكن تسأليني السؤال تاني؟ أنا هعيده، بس أنا واثقة أنه في ذهنك كده. يعني حضرتك بتشوف إيه أسباب الحب؟ هل في عوامل بتدعم الحب؟ أيوة، شوفي حضرتك أنا أحب أسميها دوافع الحب. رائع. لأن الحب اللي ليه سبب ما يبقاش حب. نعم، مش كده؟ نعم. ما أقدرش أقول أحب فلان عشان علشان أسميها دوافع الحب. دوافع الحب مش أسباب الحب. نعم، الحب ممكن يكون لعامل غريزي زي محبة
الأم لأولادها وهي محبة شديدة جدا. نعم. والدافع وراه هو الغريزة. ممكن يكون الحب مكتسب زي علاقة طالب الأستاذ بتاعه أو بنوتة في إعدادي بالمدرسة بتاعتها. ده حب مكتسب ما كانتش تعرفها مع العشرة والتعامل، ابتدى هذا العامل يقوى فيها. ففي حب غريزي، في حب مكتسب، في حب انفعالي مصحوب بموقف. أنا شفت موقف قدامي وأعجبت جدا بالشخص اللي عمله، فده بيكون دافع للتعلق بالشخص ده. طبعا في الحب العاطفي المعروف بين واحد واحدة، وأشكال كثيرة جدا من أشكال الحب. الحب العاطفي والحب الانفعالي هم أقرب الأشكال اللي بتمر علينا وفي تصوراتنا وفي حياتنا. لكن إلى جانب الشكل المألوف ومعروف، في عوامل كثيرة، دوافع كثيرة للحب، مش بين شخصين، بين عامل ومهنته. نعم. بين طبيب جراح والجراحة، بين إنسان أديب وكتاب من الكتب. فهذه العوامل كلها بتوصل لينا بينا بالآخر لإبراز شكل من المشاعر العاطفية تجاه شخص أو تجاه شيء. أمل أشارت من شوية لأنواع تانية من الحب، لها دوافع أخرى، وأشارت للحب الشهواني. نعم. وطبعا ده ليه دوافع جنسية مرتبطة بغريزة، أو الحب العذري وغيره. هرجع حضرة الشيخ أسمع منكم، لأن هذا الموضوع ما ينفعش نمر عليه مرور الكرام. محتاجين نعرف إيه حب الحب العاطفي، إيه الحب اللي تقصده بيه الشهواني، إزاي نعالج أمور زي كده. لكن خلينا نرحب بضيف غالي جدا على قناة الكارما وعلينا، وأنا عارفة كمان على الشيخ نعيم عاطف، المرنم المحبوب القسيس منير حبيب. أهلا وسهلا بيك. اهلا يا اخت ميرفت، ازيك؟ ربنا يباركك ويباركك. كل عيد حب وكلكم طيبين. اخونا منير ازيك؟ مشتاقين عليك. الشيخ نعيم وطنط امال، دكتوره امال، مش عارف قد ايه اقول لكم انا بحبكم، وخصوصا بقى في عيد الحب، يعني ده هيبقى حب مضاعف. يا رب يخليك، وحشتنا. وانتوا كمان قوي قوي، تركتوا يعني انتوا مع بعض تركتوا بصمات في حياتي. انا منساش تشجيع الشيخ نعيم ليا واحنا بنسجل من سنين طويلة الكلام ده. انا منساش لما كنا بنسجل سي دي كتر اسمه شكرا لله رقم 17، وحضرتك اديتني كلمات جميلة، وانت طول عمرك معطاء ومحب. انا بشكر رب من اجل خدمتك وحياتك انت وطنط امال، وربنا عنده الحاجات اللي جاية اعظم واجمل حتى مع الوقت المتأخر من الحياة. احنا مبسوطين بكلامك وجمالك ومداخلتك، وبما انك موجود معانا وكالعادة مش بنحب نسيبك قبل ما نسمع منك مش بس كلمة لكن كمان ترنيمة حضرة القسيس. بكل سرور. انا الحقيقه يعني والنهارده وانا بصلي بفكر في الترنيمه، في ترنيمه دار الكتاب يا اخت ميرفا طلبوا من الشيخ نعيم يعمل كلمات بتتكلم عن عملوه في كان في شريط اسمه معجزات المسيح بالعاميه. فالشيخ نعيم المبدع الشاعر الجميل كتب الكلمات الحلوه دي وقال اللي المسيح عمله زمان لسه النهارده بيعمله. يشفي العلل، يحيي الامل في القلب لما بيدخله. انا مش عارف حضرتك فاكر الكلمات دي يا جناب الشيخ؟ يمكن زمان كنت فاكر، دلوقتي مش بفتكر حاجه ليه. بس لا ما يجراش حاجه. تعال حالا للمسيح، سلم حياتك واقبله، ده ما فيش سلام ولا في امان ولا في امل لو تهمله. انا عايز اقول واحنا بنتكلم عن الحب ان الحب الحقيقي مصدره الله اللي مكتوب عنه، وده عنوان الحلقه بتاعتنا، الله محبه.
إن المحبة دي مش من صفة من صفات الله، لكنها ذات الله المحبة. علشان كده أكتر كل حب حقيقي هو شخص الله. يغفر ذنوب، العدد الثاني من إيمان الفرز، بينسى العيوب ويحل فيك ويطهرك، يملك سلام، يملك إيمان، يملك فرح ويغيرك. الكلمات في العدد الأخير حتى السماء يضمنها ليك. ودي تبقى أحسن معجزة. اوعى الشيطان يضحك، ده ما فيش وراه إلا الأذى. أخت ميرفت، أنا ما أعرفش حضرتك تعرفي ولا لأ، أنا بيطلب مني مرات أعمل ألحان ترانيم أنا مفروض أني أعمل يعني، لكن المرة الوحيدة اللي لحنت فيها هي كانت كلمات الشيخ نعيم. رائع. لحنت الترنيمة ديت، وأنا بصلي أنها تكون سبب بركة. أمين. وسبب حب الله ينسكب في قلب ناس بتسمع النهاردة، ويشفي العيلة اللي داخلها. أمين. ويرجع يحيي روح الحب الحقيقية اللي مصدرها الحقيقي شخص الله، مصدر كل حب حقيقي. أمين أمين أمين. يا أخو منير، أنا نفسي أقوم أحطد الشاشة، بس في الاستوديو هنا بيقولوا لنا ما تحركوش يمين شمال من غير ما تستأذنوا، فاعتبر الحضن والبوسة وصل. أمين. يا حبيبي ربنا يبارك حضرتك، وأنا هتواصل معاك. أنا امبارح أخذت نمرة تليفونك من مدام ميرفت، لكن قالت لي خليها تبقى مفاجأة، لكن أنا هتواصل معاكم بنعمة الرب بأقصى سرعة، لأني مشتاق أكون في حديث خاص مع الناس المحبين اللي خدموا الرب وبيخدموه بأمانة. أهلا وسهلا. أمين. نشوفك منور على الفيسبوك. نشوفك منور على الفيسبوك. أمين. تفضل. ده مفيش وراه إلا الأذى.
آمين. تعال حالا للمسيح، سلم حياتك واقبله، ده ما فيش سلام ولا في أمان ولا في أمل لو تهمله، ده ما فيش سلام ولا في أمان ولا في أمل لو تهمله. أمين أمين أمين. حلو قوي، ربنا يباركك جدا جدا جدا. يبارككم حبايبي، كل عيد حب وكلكم بخير، وأنا بهدي سلامي ومحبتي لأسرة قناة الكرمة كلها، لصامويل ومنى والكل، وربنا يبارككم ويبارك سهرتكم ويستخدمكم لمجده. أمين. أمين. ومرة ثاني أقبل، يعني مش عارف أعمل إيه، لكن أنا بقدم قبلات حارة لأنكل نعيم وطنط أمال، وربنا يستخدمهم بركة باستمرار ويكمل معاهم بالبركة والخير والإحسان. أمين. أنت كمان. أمين. أمين. شكرا يا حبيبي تعيش. شكرا تعيش. جدا ليك حضرة القسيس، شكرا لكلماتك، شكرا لمعايدتك، شكرا لترنيماتك، كمان شكرا لألحانك. ربنا أمين. يباركك ويستخدمك أمين. في كل مكان تجد فيه. شكرا أمين. قوي 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 على وقتك حبايبي. خلينا نرجع، انا عارفه طبعا انه حبايبك كتير كتير كتير، بس وقت حلقتنا يعني ساعتين، فما تطالبنيش عشان في مش ساعتين يبقوا ست ساعات، ما تطالبنيش نمشي النهارده. امين. خليني ارجع لك دكتوره امال. حضرتك قلتي انه في انواع للحب. ايوه. اتكلمتي كمان عن الحب النقي، ازاي ادعم حب زي ده؟ هوت يكون إذا كان العيون نيرة يكون الجسد نير. نعم. تكون عينين شبعانة بربنا، ويكون في فهمي لإيه الحاجة اللي ممكن العلاقة مع ربنا ما تبقاش صافية إذا أنا نظرت نظرة فيها شهوة، أو اشتهيت حاجة ملك حد غيري. الواحد برضو بيبقى بيجتهد ويحاسب نفسه، لكن بقدر ما أرتمي في أحضان ربنا، بقدر ما أبقى حياتي وسلوكي في كلمة المقدسة، قراءة الكتاب المقدس وفي الصلاة، وعلاقتي بربنا صافية، أكيد أكيد مشاعر الشخص اللي بيعمل كده هتبقى أيضا نقية وصافية. أمين. 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 وبرضو محتاجة أن حضرتك تشاوري برضو على الحب الشهواني، حذرتي منه. أمين. إيه مقومات تساعد هذا الشخص أنه النظرة الشهوانية، الحب اللي توجهه شهواني، يعني ايه امور تقدر تقويه وزي ما قلتش حضرتك تنقي؟ ما هو التوجه لربنا عموما، انه ابقى حريص جدا على علاقه طيبه مع ربنا، انه انا بستشيره في اموري، بقرا كلمته يوميا، بصلي له، لانه الله يحدثنا عن نفسه وعن محبته في الكتاب المقدس. كل ما أقرأ في الكتاب المقدس، كل ما تصفى الحياة، لأني بسمع صوت ربنا، والله بيسمعني من خلال الصلاة. نعم. بالطريقة دي بيبقى فيه متقبل ومرسل بين الله وبين الشخص. كل ما ذلك يزيد، أي علاقتي بربنا، كل ما الأمور دي كل السلبية، إنها الشهوة عند الإنسان طبيعية طبيعية جدا، لكن لازم تبقى في إطار مقدس، وهي إطار يقر ربنا. فالعلاقات خارج الزواج دي علاقات لا تمجد ربنا ولا تفرح قلبه، وبالتالي هي أبار مشققة لا تضبط ماء. كل ما الإنسان ازداد شهوة، كل ما ازداد رغبة، كل ما لا يشبع أبدا. نعم. أما إذا اتجه للرب فهو بيشبع بيه وبيسود عليه وبيستشيره فيه، وتبقى العلاقة حميمة معاه، فما ما يخرجش عن الإطار اللي الرب. من الناحية التانية في أيضا حب الذات. نعم. وحب الله، دي من أنواع الحب أيضا اللي معروفة، شخص يركز قوي قوي على نفسه، عشان كده بيسمى النرجسية. شخص بيحب دي بيحب نفسه. مرض نفسي معروف، إنه كل ما الإنسان تركز على ذاته فقط ولا يرى في الدنيا غير ذاته في المراية وأشياءه الشخصية. نعم. يبقى قمة الأنانية وبيضيع خالص. أما حب الله فهو مستمد من الله، لأنه الله أحبنا أولا. رائع جدا. يعني كمان في كمان أنواع من الحب داخلة تحت هذا المسمى
اللي بنقوله المقدس السامي الجميل اللي احنا قاعدين عشان نوصف فيه مش عارفين، زي ما حضرتك قلتي ملوش حدود. كمان في مسميات تاني بتدخل، الحب الاناني، حب النفس، حب الذات، حب الشهوه. ده كمان حب بيدخل وبياخد، عايزه اقول بيسرق المسمى ده. يمكن بيشوه، بيسرق الانسان، بيحتويه، بيحتله. نعم. حضرة الشيخ، حضرتك قلت هناك دوافع للحب، وقلت في دوافع بعضها بيرجع للغرائز، الأم اللي بتحب ابنها وده حب ملوش حدود، التلميذ اللي بيحب مدرسه، الأرض اللي أنا عايش عليها بنتمي ليها وبحبها، هل بتشوف في دوافع تاني تؤثر على الحب؟ حاجات كتير في حياتنا الحقيقة بتبقى مجرد بذور صغيرة، تبقى بذور صغيرة موجودة فينا كلنا، بما فينا الحب الإيجابي والحب السلبي زي ما أشرته لقضية الشهوة. كلنا في داخلنا بذور صغيرة، اللي أنا بزرعه وغذيه ونميه وأديله من وقتي ومن حياتي ومن أفكاري من الكتب اللي بقراها ومن الصور اللي بشوفها، بيكبر حاجة من الدوافع الصغيرة دي، تبقى دافع كبير إلى أن يتحول إلى وحش في حياتي لا أستطيع أن أتخلص منه. ويمكن ده يحطنا تحت المسؤولية، أقول أنا أعمل إيه؟ ما أنا ماشي في الشارع شايف البنات شكلهم كده والستات عاملين ما أعرفش إيه. لا، أنا ما كنتش هشوف هذا القدر لولا أن أنا على مدى سنين غزيت هذا الدافع في داخلي وشحنته بحاجات كتير، سقيته ورعيته ونميته. نعم. وكبرته، فأصبح موجود قدامي بيلف دماغي وبيلف أفكاري ويوصلني بيوجهني. فالدوافع معظمها دوافع طبيعية وبسيطة وموجودة في حياتي عشان تخدمني في حاجات تانية، لكن أنا بنقي بعض الحاجات دي وأغذيها وأكبرها، فأنا في الآخر مسؤول عن اللي أوصل ليه في حياتي. رائع، كلام خطير، ان هناك بذور اللي بنميه بيكبر. بعضه بيتوحش ويسود عليا واتحرك من منطلقه، او بيوجهني او بيحركني. عليا ازاي يكون عندي الحس المرهف، اختار البذور وانميها واشتغل عليها الايجابيه اللي تقدر تكون بتوصل بيا لامور بناءه، مش البذور اللي هي تتوحش فيا وتخليني او تاخدني لرغبات وامور حتى تكون ضد الله وقانون الله. ده ممكن تقتلني. انا لسه قريت الاسبوع ده عن بنوته صغيره عمرها 26 سنه، بريطانيه انجليزيه، اتعلق كل قلبها، كل حياتها اتشكلت وتعلقت في شعرها. واو. حبت شعرها قوي وعاشت عشان شعرها، ومهما عملوا لخدمتها او لاشباعها هي مجنونه بشعرها. فجت في يوم من الايام عايزه تعمل حاجه في شعرها، كلمت الكوافير اللي بتعامل معاه، اتصلت بيه مره واثنين وعشره وعايزه تحجز ميعاد النهارده، لا ما عندناش ميعاد النهارده. انتحرت. واو. انتحرت. منتهى العجب. انتحرت. مش حب الاشخاص، حب مسكينة. الاشياء وحب حب المرضي. انتحرت عشان الكوافير ما جاش النهارده. وفي الوقت ده كتبت عدة رسائل بقى على الموبايل بتاعها، بعتت لكل أصحابها إن أنا مش قادرة أتحمل أصل شعري، أنا لون شوية زيادة على بني. بعتت مئات الرسائل وبعتت عشرات الرسائل للكوافير، كوافير مش عايز يجي لأنه كل ما بيروح يقضي ساعتين ثلاثة عندها برضو مش عاجبها الوضع اللي عليه. فالتعلق بشيء، حب شيء بسيطرة غريبة، يمكن يؤدي إلى قتله. إلى قتله. ربنا ينقذنا من حب الأشياء. أمين. حتى حب الأشياء بنصبح عبيد لي، زي طبعاً. شخص بيحب السجاير، زي شخص بيحب الإدمان، زي شخص بيحب المشروبات الكحولية. كل ده حبه ليها بتجعله عبد ليها. طبعاً. بتسيطر عليه. طبعاً. وزي ما شفنا تقتله، حاجة بسيطة خالص. تجني على الإنسان لأنها مسيطرة على كل فكره. مزبوط. وكل عقله. دكتورة أمال، في كلام حضرة الشيخ أشار أنه هناك شكل معين لبطاقات اللي بتتداول ما بين الناس في عيد الحب، ودايما الناس تربطها
بقلوب حمراء وبقلوب. هل الموضوع ده ليه علاقة فعلا بالحب أو بيشير لأمر؟ يعني اللون الأحمر والقلوب الحمراء اللي معمولة من قطيفة، والقطيفة بتبقى حانية جدا وحنينة على خد الإنسان وعلى ملمس إيديه، أو من الستان اللي بيبقى ناعم جدا ومعروف، كلها تعبيرات خاصة يعني. ويمكن رسمة القلب بتدي إحساس بأنه الموقع بتاع المشاعر هو مش بالظبط القلب بتاعي أو بتاعك اللي هو اللي فيه العضلة العبقرية اللي ربنا خلقها بعبقرية عشان توزع الأكسجين لكل الجسم والدم لكل الجسم. ففعلا في فعلا القلب، ففعلا أنه حريصين جدا أنه يبقى أحشائي جوايا مشاعري. يمكن عشان كده سموها عملوها على شكل قلب. والألوان كمان مش بالضرورة قالوا أنه اللون الأحمر، اللون الأحمر لون الحرب، لون المشاعر المتأججة، اللون اللي بيسموه لون الحب. خلينا نقول ليه يربطوه بالدم، عشان صح. ده لون حيوي بالنسبة ليها ومعبرة عن المشاعر السخنة، لون ساخن جدا ومحبوب جدا. كل دي ألوان حلوة يعني. بس في ناس لما يقولوا الحياة لما تبقى حلوة بيبقى لونها بامبي. لونها بامبي يعني اللون البينك أو لون الزهر زي ما بيسموه في لبنان. لون الزهر هو لون البينك بالنسبة لكل الناطقين بالإنجليزية. اللي بيحصل فعلا إنه ده معناه حلو بالنسبة لهم. اللون الأحمر كمان لون الخطر. في بعض الدول المتقدمة اللبن كامل الدسم لون الغطاء بتاعه أحمر. يعني احذر الكوليسترول. يعني لو شربت اللبن ده بصفة دائمة في بيتك في خطر عليك وعلى أولادك. في العلامة بتاعت المحلات المشهورة تارجت عبارة عن قرص وجواه قرص أحمر، بحيث أن السهم يخش فيه، هو ده الهدف بتاع كل المشترين. ودي حاجة في العالم التجاري ملفتة بذكاء ليها. العالم التجاري كله بيتجمع حوالين عيد الحب بألوان مختلفة جاذبة، سواء في الزهرة أو في الكارت أو في الهدايا، هدايا سواء رمزية أو هدايا مبالغ فيها. بنسمع وبنشوف حاجات كتيرة، وحذاري من أن أي واحد يشترط على مراته أو هي تشترط عليه هتجيب لي إيه في عيد الحب، ما بقاش حب. لأنه مفروض فعلا دي يا إما حاجة تلقائية يا إما لا تكون. فالألوان كلها جميلة بمعناها، وحتى لون الأسود لون جميل، لأنه لو لم يكن الأسود لما ظهر الأبيض. نعم. ولما ظهرت الألوان الأخرى، كل الألوان جميلة، والألوان اللي كل واحد بتبهجه. لكن اتفق بشكل عالمي على أنه الوردة تبقى حمراء في عيد الحب. حتى عملوا عليها أفلام في السينما، الوردة الحمراء والقلب الأحمر والبساط الأحمر كمان. البساط الأحمر اللي بيمتد قدام، يتفرش قدام الفي اي بي المهمين جدا في العالم. والجاكيت الاحمر بتاعك الجميل اللي هو بيدل على انا بحتفل معاكم يا كل اهل الحب. يا من تحتفل بمحبه الله والمحبه المشاعر الايجابيه معاكم برمز الجاكيت الاحمر. كويس انك خدت بالك وما غلطتش في الاحمر، المذيع لابسه احمر وكان انا كنت عايزه في الحقيقه يعني احاول انه يعني يصير يعني كلامها بقولها يعني هل الحب، هل اللون الاحمر اللي لون الدم؟ قالت الدم، والدم فيه الحياه طبعاً. حتى جاوبت عليا بشكل طبعاً. ايجابي طبعا فعلا تعاطفا مع كل اللي النهارده بيحتفلوا مع كل انسان فعلا رغبه قلبه يحب ويتحب، يلقى الحب في عيون شريك حياته، لكن يلقى الحب في عيون اهله، يلقى الحب في عيون رؤسائه. المحبه لازم تكون عمليه يعني. المحبه مجرده لا تعني شيء. يعني بيقولوا المحبه من غير عمل زي الوز، يا مجرد كلمات فقط. مهم انها تبقى مصحوبه بكل مشاعر الحب العمليه. نعم، محبه بمعنى عمليه، تسامح، القبول، الابتسامه في الوش. نعم. تصوري انا قريت امبارح في النيوز ويك ما يقال انه الشخص ده انا خفت منه لانه اول ما قابلني ما كانش فيه على وشه ابتسامه. نعم. واندهشت جدا. انا قريت الكلام ده 12 بالليل وانا بشتغل في الموضوع ده، وقيت يا سلام، الابتسامة معناها ترحيب بيا، حب ليا، قبول ليا. مهم قوي يا حبيبي وحبيبتي، اوعى تحرم الآخر من ابتسامة ذات المعنى المرحب، انه انا برحب بيك. الرحمة
التسامح، الشوق، اللهفة، العطاء، العطاء من القلب مهما كان بقدر الإمكانات. إحنا بنقولش نحتمل فوق ما نستطيع، لكنه لولا إنه الله عارف إن إحنا نقدر نعمل الحاجات دي ما كانش طلبها مننا. نعم. بيقولوا الحب ما يمشيش وحده، في حاجة اسمها الحب وأخواته زي كانوا أخواته. نعم. حب ما يمشيش، هو بيمشي مع الحاجات اللي قالت تعمل. نعم. لازم يكون في تسامح، لازم يكون في تعاطف، لازم يكون في مودة، لازم يكون في شوق، لازم يكون دول أخوات الحب. الحب ما يدخلش، بيدخل دايما في موكب. نعم. الحب وحده بدون مداعمات، بدون أساسيات، بدون أمور عملية، أعتقد يبقى حب صامت ملوش معنى وما يوصلش. اسمحوا لي أخد بعض الاتصالات ونرجع نكمل. ماشي. مع بعض. ماشي. معنا اتصال من أخي فايز، أهلا وسهلا بيك. أهلا، مساء الخير. مساء النور. سلام ومحبة، ربنا يبارككم ويبارك خدمتكم ويبارك حضرتك. أنا مبسوط جدا من البرنامج ده، وفعلا يعني الحب حب بيبقى شيء جميل جدا. الحب ما يعرفش ليه يعني حدود، ولكن الكراهية محدودة. فأنا حتى يعني معلش أنا يعني في تأمل عايز أقوله. اتفضل. أنا أشكر حضرة الشيخ والدكتورة عن اللي اتكلموا عن المحبة جميلة جدا. وأنا يمكن يعني في الحب أنا بشاف من وجهة نظري إنه بينقسم لجزئين، في محبة خاطئة ومحبة حقيقية. نعم. المحبة الخاطئة هي المحبة، محبة الأنا، محبة الامتلاك. نعم. محبة لغرض الشهوة. الإنسان يعني يحب عشان امتلاك شهوة، وما يقضي الغرض ده بينتهي الحب. الحب ده الإنسان بيبقى أناني، والإنسان الأناني بيهلك نفسه. هذه المحبة الخاطئة. أما المحبة الحقيقية فتتمثل فعلا في الرب يسوع المسيح نفسه. أمين. محبته أولا، محبته للإنسان جهز له كل شيء ووفر له كل شيء. أمين. ولذلك لكن رغم كده الإنسان ما نفذش وصايا الرب وكسر وصايا الرب، فطرد من الجنة وحكم عليه بالموت. ولكن الله برغم محبته الفائقة للإنسان بذل ذاته نفسه. يبقى الحب الحقيقي هو بذل وعطاء. رب بذل نفسه من أجل الخطاة. رب بذل نفسه، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعم. هذه المحبة الحقيقية. نعم. في تتمثل في رب المجد يسوع المسيح. أيضا محبته للخطاة. نعم. رب كان بيحب الخطاة أيضا. حب المرأة التي أمسكت بذات الفعل وقالوا. نعم. حطها قدام منه وكتب كل واحد خطيته، فاكرين هم ما عندهمش خطايا، ولكن للأسف الكل كان عنده خطايا ومشي. وبعدين رب يسوع لها أنا لم أنا ذنك أحد فأنا لا دينك، ذهبي بسلام ولا تعودي تخطئي. نعم. محبة فائقة، محبة. نعم. ليس لها حدود. نعم. فعلا يا رب، الرب فعلا بيبين لنا الحب الحقيقي. أيضا في ذاك العشار اللي هو كان معروف اللي كان قصير، ولكن لما تاب وحب عايز يتوب يرجع للرب نفسه يشوفه. نعم. وطلب فوق الشجرة، فالرب فحص القلوب ومختبر الكلى، عارف قلب زكى دي ايه. قال له تعالى زكى، حدث لا خلاص لهذا البيت، ودخل وراح بيت ودخل وكان معاه. نعم. فنشكر ربنا فعلا، الرب علمنا الحب الحقيقي، ويا ريت احنا. نعم. فعلا انا بتكلم كده بمناسبه الحب وعيد الحب، ان يكون المحبه تفيد في قلبنا. امين. ولكن الرب اقترب مننا يا بني ابني، اعطيني قلبك وتلاحظ عيناك طرقي. نعم. ان نسلم قلوبنا للرب ونحب الرب حب حقيقي من قلوبنا، حب عمل وليس بالكلام. نعم. شو لهذا الشعب يكرمني فشتي اما قلبه فبدأ بعيد عني. نعم. ففعلا الحب الحقيقي نطلب من الرب في هذا المساء المبارك. أمين. ان يملا قلوبنا بالحب، ونفتح قلوبنا للرب يسكن في قلوبنا لكي نحب الحب الحقيقي، وبالتالي هتفيد المحبه. ام نمتلئ بروحه القدوس، هتفيد المحبه علينا، ونحب بعضنا بعضا كاعضاء في الكنيسه،
ونحب بعضنا في الأسرة، الزوج والزوجة والأولاد، نعم. وبالتالي نعيش في سلام وفي محبة فائقة ليس لها حدود. هو مطلوب مننا أولا نسلم قلوبنا إيمان حقيقي وثقة في الرب، ونسلم قلوبنا للرب أمين. بحفيد المحبة في قلوبنا، ونعيش في حب في الكنيسة أمين وبيننا أمين. وبين بعضنا. أمين ربنا أخي فايز، ويبارك خدمتك. أمين أخي فايز، شكرا جدا لمداخلتك وكلامك. فعلا عندما أحب المسيح ذهب حتى الجلجسة، حتى الصليب. عندما أحب قدم برهان الحب الغالي على عود الصليب، دمه. شكرا جدا لكلماتك. بنرجع حضرة الشيخ ونقول أنه الحب لو كان جاف كده عبارة عن كلمات فقط، خسارة، جنينا عليه أو ظلمناه. لكن علشان الحب يترجم لازم يكون في جانب عملي، نغفر طبعاً. نعطي طبعاً. نضحي طبعاً. إزاي النهاردة تقول لنا بعض الكلمات اللي توصل لحد النهاردة يمكن صعب عليه يترجم الحب في أمور عملية؟ أمين. الإنسان يتناقض مع نفسه حتى وهو بيعرض قضية زي قضية الحب، وهو بيقدم أجمل وأقدس المشاعر وهو بيعملها بيكشف عن أخطائه الرهيبة جدا. أنا مثلا في قضية الفالنتاين دي اللي أنا اتبسطت بيها كفكرة، اتبسطت بيها كويس إن احنا في يوم من السنة نجيب الموضوع ده على قائمة اهتماماتنا، لكن في وسط ده برضو اتألمت جدا من موضوع تقطيع الورد، يعني ويدوسوا عليه ويترمي. يعني إذا كنت بحب حقيقي ما كنتش أعمل كده. اللي بيحب حقيقي يحب الوردة ويحب الفراشة ويحب النسمة ويحب نقطة المية، ما ينفعش أبدا نار. حتى أنا كتبت مرة جواب وجهته لعيد الحب من كتر ما اتغصت جدا من اللي بشوفه. كتبت بقول له: يا عيد الحب المتزوق أشكال والوان، يا بوردة حمرة وملفوفة في ورق سلوفان، لفوا البنات في الشوارع ما بطلوش دوران، ومشي وراهم صف من الصبيان بعد ضحكتين على غمزتين على لمستين على نكتتين وكلام ركيك خيبان، وكلهم بيلمحوا ويلوحوا بقلوب ستان مكتوب عليها بحبك. يا عيد الحب يا متزوق أشكال والوان، هو ده اللي انت قدرت عليه؟ ده انت صحيح غلبان. لو كان ده حب صحيح ما هو كان يبان، لكن ده قلب ستان مفهوش حنان، ووردة دبلانة في ورق سلوفان، وكلام لسان ملهوش أساس ولا فيه أمان ولا ليه ضمان. الله يسامحك يا عيد الحب يا مظاهر، أنا عايز أحبك بس مش قادر، أنا أصلي شاعر وأعرف الحب رقة وهمسة ومشاعر، وأعرف الحب نغمة في وتر ساهر، وأعرف الحب وردة بتبتسم على غصنها الطاهر، مش بعد ما اتقطعت، مش بعد ما اتفصلت، مش بعد ما اتقتلت. هو احنا جايين نحتفل بالحب في مقابر؟ يا عيد الحب المتزوق والغدر وراه، قطعت مليون وردة قتلت مليون حياة، ايه اللي من ايدك هنستناه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ يا عيد الحب يا متزوق اشكال والوان، يا بوردة حمرة في ورق سلوفان، والحب عندك وردة دبلانة وقلب ستان، الحب أكبر وأكبر وأكبر من كده بكتير، بس أنت مش حاسس ولا دريان. يا
أعيد الحب المتخفي في قلب ستان. رائع 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 رائع. نفسي أعنوانها بعنوان تصحيح مفاهيم خاطئة للحب. اسمحوا لي أرحب بالمرنمة الجميلة وصاحبة الصوت الدافئ الحنون، الشخصية اللي غالية على قلبي أنا شخصيا، الأخت لورا البازي. أهلا وسهلا بيك حبيبتي. تحية ليكي أختي ميرفت ولضيوفك الأفاضل الشيخ نعيم والأخت آمال. عندي مداخلة بسيطة اليوم. إحنا تكلمنا كثير عن عيد الحب وعرفنا مظاهر عيد الحب، وبنشوف أغلبية الناس بتلبس اللون الأحمر زيك اليوم منورة، وبتتبادل الورود الحمراء تعبيرا عن مشاعرها. بس لو فكرنا للحظة بمعنى الحب الحقيقي، ومين اللي أصلا ادانا حب لا يعبر عنه، حب لا يتغير تجاه كل الناس، حب حقيقي بيقال عنه إن الرب ادانا من قلب الآب. الورد مسيره حيذبل ويموت بعد أيام زي ما الشيخ نعيم كان بيتكلم، ويفضل صاحب الحب العظيم يسوع. أنا عايزة أقدم اليوم يسوع في مشهد حب كبير المكتوب عنه أنه إله محبة، لا يتغير ولا يعتريه ظل دوران. أنا حابة أشوف من المرأة السامرية. المرأة السامرية كانت شطرة اللي أخذت من ماء الحياة، الماء الحي من يسوع، ونشوف أنه تركت الجرة تبعها وراحت وأخبرت كل المدينة عن الحب الحقيقي اللي لمسته، حب غمر قلبها. لذا رسالتي إليك أخي وأختي اليوم أنه تعال إلى يسوع سيعطيك حب ما له نهاية. أمين. آمين أمين أمين يا لورا يا جميلة. مش هنسيب غير لما نسمع منك ترانيمك الجميلة الحلوة المعبرة. شاركينا بحاجة من فضلك. بكل سرور أختي مربز. أنا بحبك أنت إلهي، أنت اللي ليا في الدنيا دي. من يوم ما شفتك اخترت أعيش لك، اخترتك سيدي ونور عيني. زي أمي ما بتعزيني لما بحتاج حبها. انت أبويا معك أحس إني أنا ما فعشها. انت أخويا انت قرايبي، انت عزوتي وحبايبي. انت أخويا انت قرايبي، انت عزوتي وحبايبي. حتى لما بغلط واسيبك واشعر بوحدة بحس ايدك، حتى لما بغلط واسيبك واشعر بوحدة بحس ايدك. ببقى عارف ان انت هتاخدني في حضنك بعدها. جميل. رائع رائع رائع. الله يبارك. جميل جميل. ربنا يباركك يا لورا. مشاركتك جميله، ترنيمتك جميله، كلماتها معبره رائعه. شكرا جدا لك حبيبتي. وانتوا كمان. وانا طمعانه في كلمات الشيخ نعيم. انا غرت من المرنم منير حبيب. انا شغله ترنيمه من كلماتك يا شيخ. يا اخت لورا ده يسعدني ويشرفني. احنا ما تقابلناش بس صوتك دايما في اوداننا، والاسبوع اللي فات طول السكه لغايه ما جينا الكرمه ساعه كامله بنسمع في ترانيمك وبنشكر ربنا عليك.
آمين. ربنا يباركك كثير، ربنا يباركك. ومش هقول لك يا لورا على التعليقات الجميلة اللي أثنى بيها على الصوت وعلى دفء الصوت وعلى الأداء، ربنا يباركك جدا. شكرا لمداخلتك الجميلة، أسرتي حلقتنا بكلماتك يا لورا. مرة تانية حبيبتي كل سنة وأنت طيبة، وشكرا جدا ليك. آمين. الحلقة وتكوني دائما في الارتفاع، ويبارك في قناة الكرمة. أمين يا حبيبتي. أمين. 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 شكرا جدا ليك يا لورا. بنرجع تاني يا حضرة الشيخ ونقول انه في دعائم، لكن عايزة اتنقل بقى لمحبة كبيرة شاور عليها البعض، محبة الله، الله المحب. ايوه، انا كان بس اختنا مرفت مع التعليقات كتير سمعتها واتكلمنا فيه، اتفضل. انا عايز اقول ان الحب شيء واحد. نعم. الحب شيء واحد. احنا بنصنف كتير ونقول الحب الغلط والحب الصح، الحب الحقيقي والحب اللي 50%. وبنصنف محبة الإنسان لربنا ومحبة ربنا للإنسان ومحبة الناس لبعضهم. التشكيلة الكبيرة دي شوية بتعمل جوايا نوع من القلق. نعم. ليه؟ الحب ربنا، الله محبة. نعم. الحب ده جوهر كبير قوي قوي بيغطي كل شيء في الدنيا. التصنيفة اللي احنا بنعملها دي بتقلل من جلال ومن جمال القضية الكبرى والموضوع الأكبر اللي هو موضوع الحب. أنا بعتقد أنه يوجد مصدر واحد ونهل واحد وبحر واحد للحب كل الناس بتاخد منه، فنلاقي شكل منه، جزئية منه اسمه محبتي لأولادي، محبتي لمراتي، محبة أولادي ليا، كل دي عبارة عن روافد من النهر الكبير اللي هو نهر الحب. الحب ما يتقسمش أصناف. الحب ممكن نقول عنه اتجاهات الحب، ما اقدرش اقول في صنف وفي صنف وفي صنف كويس وصنف وحش، ما يبقاش الحب حب ربنا، الحب ده ربنا. لكن في اتجاهات الحب، اتجاهات الحب الاساسيه المعروفه، الاتجاه الكبير اللي جاي من فوق لتحت، اللي اخواتنا في المداخلات قالوا اشاوروا عليه كتير. نعم. الحب الكبير اللي جاي من فوق لتحت، وفي الحب اللي طالع من جوايا لفوق كرد فعل، نحن نحب لأنه أحبنا أولا. ففي قوة كبيرة، حب كبير، غمر كبير، بحر كبير نازل من فوق لتحت بيغطي الدنيا وبيغطي العالم كله بكل ما فيه من شرور وحروب وأخطاء وغلطات. الفيض الكبير جدا اللي نازل من فوق هو ده الحب، ورد الفعل الصغير طالع من ناحيتي لربنا، وبعدين بيجي حبنا البعض والتعاملات الداخلية اللي فيها عيوب وفيها شوائب وفيها أخطاء زي كل ما في الأرض. بس خلينا نقول إن الحب هو الشيء الكبير، إحنا مش بنشاور على غيره، ولما بنحتفل بعيد الحب صدقيني بنحتفل بالحب الكبير، الحب اللي بيبص لفوق. أمين حضرة الشيخ. مهما انكلمنا عن الحب، مهما شاورنا على حب أو أنواع للحب أو مصادر للحب أو دوافع للحب، فدايما بنحط 100 علامة تحت مصدر هذا الحب. مظبوط. شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. الوقت الباقي هنعرف مين هو مصدر الحب، إزاي يشبع منه، إزاي يلتصق بيه عشان أقدر أدي حب. آمين. ابقوا معنا بعد الفاصل. حبك أطيب من الخمر، أشبعه من هذا الغمر. حبك أطيب من الخمر، أشبعه من هذا الغمر. أنا
بريد حبا في شخصك. أنا مريض حبا في شخصك. إلهي، أنت خالقي، أنت حياتي، أنت نوري ومرشدي، أنت حصن لي. يا إلهي، أنت نسمات حياتي، عزائي في ضيقي، أتقدم إليك بأغلى ما أملك، لأني مهما قدمت ليس لي ما يفيك. Thank you.
حبايبي مرة تاني بنرحب بيكم معانا لاستكمال ما بدأناه وموضوع الله محبة، ولكن الإنسان أيضا محبة. حبايبي أهلا وسهلا بيكم. أهلا بيكم. أسريتوا وقتنا وحلقتنا، خليتونا فعلا احتفلنا بعيد الحب. أمين. شكرا جدا لوجودكم ولمجائكم. دكتورة أمال، برأيك هل بتشوفي أن الحب بيسبق الكره ولا الكره بيسبق الحب؟ احنا نقدر نقول انه الحب مرتبط بالله اللي هو الإدارة العليا للحياة للكون، الله محبة. اما نقرأ كلنا في يوحنا الأولى والإصحاح الرابع نندهش جدا، حوالي 28 مرة في إصحاح واحد مذكور عن الحب، ومن أبرز الآيات اللي فيه يوحنا الأولى 4:8 الله محبة. نعم. ده التعبير، الله هو كنه الحب، هو نفسه هو الحب. والحاجة الجميلة إنه الله أحب البشر أولا وقال لذاتي مع بني آدم، قد كده بيهتم بينا كبشر، وقد كده خلقنا على صورته، خلق البشر على صورته، رجلا كان أم امرأة، ودي حاجة جميلة جدا. كان الحب يهيمن ويسيطر على المكان، وكان آدم وحواء موجودين في الجنة والله يظللهم. كان الإنسان ينام جنب الوحش في أمان تام مع الحمل والسلام يسودهم. لم يكن هناك مكان للكره، ولم يعرف الإنسان الكره إلا عندما زل، عندما تعدى على وصايا الله، عندما أخطأ الخطيئة جلبت معها الكراهية. افحص نفسك حبيبي وحبيبتي، هل في حياتك حاجة مخليك من جوه كاره، مش حابب، حانق على الدنيا، غضبان من كل الآخرين، أي حاجة تخليك مشتعل كرها وعدم الحب؟ شوف في إيه بالظبط وتوب إلى ربنا وقول يا ربي ضع في قلبي حبا من حبك، لأنه محبة الله من غير شرط ولا أي تردد لكل الإنسان فيها، هي محبة أزلية أبدية وبالتالي هي مستمرة. اللي بيحصل فعلا انه مع البراح المتسع والخضرة الجميلة والخيرات المتراكمة، ده دليل برضو على محبة الله، ده مهم قوي. وبعدين في نفس الوقت في يوم ما، دي مرحلة بسيطة احنا بنعيشها، عندما بعض الناس بيخرجوا برا المشهد، مشهد المحبة، بالكراهية اللي جواهم لانهم بعيدين على الله وملتصقين بإبليس. في يوم ما هتنتهي هذه الكراهية ويعود الحب كما كان. أقرأ على حضراتكم بعض ما جاء في رؤيا 21:1-5، ما معناه؟ رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت، أي انتهت الكراهية. وزي ما حضراتكم شايفينها على الشاشة النص الكامل في رؤيا 21:1-5، هوذا مسكن الله مع الناس، عندما يسكن الله مع الناس تكون المحبة كاملة، وهو سيسكن معهم. ده وعد، تمسك بوعد الرب ليك وقوله أنت ستسكن معي مع كل البشر ونعيش محبة بعيدا عن السقوط، وتؤهلنا أن احنا نعيش في سماء جديدة ومحبة جديدة. رائع رائع رائع. هو سوري أقول لحضرتك يعني دي نقطة هامة لازم نفكر فيها كويس. الكراهية دي شوائب في قصة الحب. قصة الحب الإلهي هي الكبيرة زي ما بقول، والغمر الكامل والشامل. والحب أسبق بكتير من خلق الإنسان، لأن الله محبة قبل الإنسان ما يتخلق، الله محبته أزلية، فالحب في جوهر الله أزلي قبل الإنسان ما يتوجد. والإنسان لما توجد في الأول اتوجد في جو حب، واتوجد في جو صفاء زي ما قالت أمال، الوحش والإنسان بيناموا في الجنة مع بعض. نعم. يبقى الكراهية دي جت عارضة. الكراهية ده شوائب الزمن، ولأنها شوائب، لأنها وليدة الخطية، هتنتهي. أمين. يعني دي ابتدت وهتنتهي. أمين. زي ما شفنا في الآيات دي، في لما يسكن الله مع الناس، لما تنتهي هذه الأيام، لما تنتهي هذه الأرض،
كل السلبيات هتموت بما فيها الكراهية ويبقى الحب. أمين. ويبقى الحب. أمين. أمين. نحتاج إنه فعلا الزوان اللي طالع فعلا يكون بيتشال. أيوة. وتتشال مع الكراهية. أيوة. ويبقى الحب. أمين. أيوة. طيب حضرة الشيخ، هل بتشوف إنه عبارات بتتداول حب كبير وحب صغير، هل الموضوع ده ليه أساس من الصحة؟ إذا كان اللي أنا قلته من شوية قدرت أوضحه، فأنا بقول إن الفيض الكبير، نعم، اللي نازل من السماء وغطى الأرض والكواكب والنجوم والأفلاك وكل الفراغ الكوني المتسع، إذا كان ده هو الفيض البحر الكبير، يبقى ده مفهوم بتاع الحب. الحب هو القيمة الكبيرة، مفهوش كبير ومفهوش صغير. طب ليه احنا مش شايفين ده في حياتنا؟ لا، دي مش قضية الحب اللي احنا شايفينه في حياتنا، ده هو تجاوبنا مع هذا الحب. الحب مش صغير أبدا، الحب كبير، الحب هو الله. وخلينا نفتكر الحكاية دي عشان ما نسقش للحب. الحب هو الله، ففيه كل المطلق، فيه كل شيء، لكن في واحد تجاوبه مع هذا الحب قليل حجم تجاوبه. تمام. قليل. طيب يعني بيمثلوها بالشمس. يعني الشمس مصدر دفء للجميع. نعم. لكن حسب موقع كل فرد من الشمس دي، او كل مرحله منطقه من الشمس، في ناس موجودين عند خط الاستواء ده دافي على طول. نعم. في ناس تانيين في سيبيريا او في القطب الشمالي، تبص تلاقيهم مساكين حبايبي ميتين من البرد، وبعض المناطق الاخرى من العالم ايضا. الشمس كما هي، ما فيش شمسين، في شمس واحده. الله واحد وحب واحد بلا حدود، والشمس واحده، لكن بقدر اقترابي منه او ابتعادي عنه بيحصل اشياء نسبيه هنا في المحبه. دي بتفرق بين فرد والاخر، بين موقعي هنا او هناك، موقعي من الله، جنبي في الله، جنبي في الله، او ابتعد عنه. نعم. فاطلبوني تجدوني. الله، الله عنده وعد، اذا طلبتني انا هكون جنبك وارفعك على ازرع الابديه. حلو المثل بتاع الشمس. الحب اللي بنسميه بلغتنا حب كبير هو الاقتراب من جوهر الحب. هو ده اللي كنت عايزه اسمعه من حضرتك في الماده الجميله اللي قعدت اذاكرها. هو ده اللي كنت عايزه اسمعه من حضرتك في السؤال الرائع اللي حطيته لي. الحب البارد او الفاتر في لغتنا هو الابتعاد عن جوهر الرب. بالظبط. عشان كده ابننا فيليب ويصا بيقول خذني بقرب قلبك فاعبدك. نعم. واغني من مثلك. من مثلك. نعم. واخويا هرماس بيقول قربك مجد تاني، عشرتك أغاني، حبك ليه معاني، قلبي بيتهجى، قلبي لسه بيتهجى يا دوبك بألف به. نعم. فالحب كبير، الحب هو الله، حب هو العظم. الناس اللي بيحبوا واللي بنقول عليهم حبهم قليل، دول الناس اللي واخدين مكان بعيد عن نور الشمس، بعيد عن عظمة الله. طب خليني أسألك حضرة الشيخ، هل بتشوف إن الإنسان قادر على الحب؟ شوفي، لو ما كانش الإنسان قادر على الحب ما كانش خد التكليف. يعني لما المسيح بيقول أحبوا أعدائكم، هو جاب أكتر حاجة صعبة، أكتر حاجة صعبة. طبعاً. هو ده اللي أنا عايز أسمعه. هل التحدي ده الإنسان قادر عليه، وإمتى يقدر عليه؟ ما يبقى بدام أنا مكلف بيه، يبقى الرب أعطاني المؤهلات التي تجعلني أحب. نعم. يبقى مش نقص في الإمكانيات اللي ربنا خلقني بيها، لا، ده خلقني وجوايا قدرة للحب. أنت عارفة ربنا شكلنا عشان نناسب البيئة الموجود دي فيها. يعني إداني رجلين أمشي لكن ما إدانيش جناحين أطير. فمش بيطالبني أطير، بيطالبني إني أمشي. نعم. بيطالبني إني أسعى. فبدام في تكليف بالحب، يبقى لابد أن الإنسان مؤهل لهذا الحب. الله بيديله نعمة أنه يعيش الحب ويبقى قادر عليه، لأنه ده محتاج قدرة أحيانا فوق طاقته البشرية، لكنه الله قادر أنه يديله القدرة على أنه يحب
ويغفر ويسامح ويبارك لعينيه أيضا. مهم قوي قوي، الإنسان ولد وجواه أشواق جارفة نحو الله، مفيش إنسان يقدر يعيش كده من غير ما يتجه نحو الله. ده مهم جدا، ودي ربنا خلقها جوانا وحريص جدا عليها أن تكون. والإنسان اللي اختبر محبة الله وسكن روح الله في داخله قادر على المحبة، وقادر على الغفران، وقادر على العطاء، وقادر على التسامح، وقادر أن يمشي الميل الرابع مش بس الثالث مع الآخرين. محبة بعضنا البعض لأنها محبة هي من الله أصلا. فلما أحب الأخت ميرفت ده مش فضل مني، دي بركة من ربنا بيديها لي ونعمة أنه وهي تتحب. فلو حبيت فلان وحد شاف في أمال أنها شخص لا تستحق الحب، هو قادر يحط في نفسي المحبة دي للشخص ده. وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعض. يعني الرب يسوع لما قال كده وصية جديدة. نعم. واضح جدا أنه قبل المسيح ما كانش فيه حد، لا قبل ولا بعده حد قال كده. هو الوحيد اللي قال كده، تحبوا بعضكم محبة خالصة. مهم جدا. ونحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة بإيه؟ نعم. بمحبة الآخرين. فده مهم جدا، ده بننفذ وصايا الله في حياتنا بالمحبة للآخرين من غير discrimination، من غير أي طوارق، من غير أي أنه أخذ موقف من ده، ده مش الستايل بتاعي، ده مش الشكل بتاعي. لا، أنا اللي يصعب عليك أنك تبص له بمحبة، بص له من خلال الصليب، لأنه صلب المسيح من أجل جميع البشر. نعم. هكذا أحب الله العالم وبذل ابنه الوحيد حتى يؤمن كل لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية لكل شخص مهما كانت خلفيته. نعم. فأنت قادر بنعمة الله على الحب للآخرين. أمين. معنا اتصال من استراليا. أهلا وسهلا حبيبتي. أهلا وسهلا. معكم. أهلا بيكي حبيبتي. بس أريد أشارك بالبرنامج. تفضلي حبيبتي. تكلم الناس هواية عن المحبة، و بس أريد أشارك أنه بالكتاب المقدس في قصص هواية عن المحبة، ولفت يعني القصة اللي تعجبني هواية، ولو في يعني قصص كثيرة عن المحبة والفداء والتضحية، فبس قصة يوناثان اللي أحب داود، يعني محبة، يعني يقول هي يعني كانت محبة عجيبة أروع من محبة النساء. فهو كمان يعني ضحى بنفسه، وفي إستير لما يعني حبت شعبها، وفي يوسف، في يعني قصص كثيرة. بس نعم. في العهد الجديد ربي يسوع يقول إنه ما في محبة أعظم من محبة أن تبدي نفسك من أجل الآخرين. نعم. وهي محبة أعظم، فإن نعم. المسيح هو اللي أعطى نفسه، هو اللي لأجل نعم. أكثر من الجميع. نعم. وهذه هي المحبة العظمى، وياريت الكل يقتني كتاب المقدس ويتعرف على المكتوب بدل أنه ينتقده وأنه يقول فيه هيك وهيك ويسمع من الناس. يقتني كتاب المقدس ويقرب نفسه ويشوف القصص المحبة والفداء. أمين. المكتوبة دي، والأعظم هو قصة الرب يسوع. أمين يا حبيبتي. لما نزل من سماء وإجا وتجسد وأخذ صورة عبد، فدى نفسه، فدى دمه، بذل دمه من أجلنا. نعم. لأن يقتنينا. نعم حبيبتي. ملكوته. شكرا جدا لكلماتك يا حبيبتي، ويباركك يا حبيبتي. شكرا لمداخلتك معنا. اتصال من أخت دولة، تفضلي يا حبيبتي. أخت مروة ازيك؟ أهلا بيك. اللون الأحمر الجميل ده، اللون الأحمر الجميل اللي مبين الحب عليك وعلى وشك، وعلى يعني حاجة جميلة قوي قوي. ازيك يا دكتورة؟ أهلا بيك حبيبتي. تفضلي حبيبتي. كل سنة وانت طيبين. الشيخ نعيم كلكم كويسين وحضرتك يا شكر ربنا. كل سنة وحضرتكم طيبين وحضرتك. عايزة أقول حاجة أخي يا دكتورة أمال، يعني تفضلي حبيبتي جاوبيني عليها. يعني الحب لما يكون حب من القلب، وحب يخدم. أيوة. ويعمل أشياء جميلة. أيوة. ويساعد القدامي ويبذل نفسه وياخد إهانة من الناس عشان خاطر الشخص اللي بحبه. أيوة. لكن يجي ياخد المجازاة تحته
تبقى رد الفعل فظيع فظيع وإهانة وشتيمة، يعني زي المثل اللي بنقوله في مصر خيرا تعمل شرا تلاقي. أيوة. أقابله إزاي دكتورة أمال؟ وهل أواصل الحب وأعمل؟ أنا قطعت خالص، يعني أنا عملت شخصيتين بكل محبة من كل قلبي، قدمت لهم كل خدمة عايزينها وكله، لقيت شر منهم رهيب رهيب رهيب. ايه رايك يعني؟ اديني رايك، هل استمر احبهم لكن ما اخدمهمش، ما اقدملهمش اي حاجه تانية، ولا اخدم وادي واخد فوق دماغي، ولا اعمل ايه؟ انا عايزه ردك الجميل الشافي للقلب. اتفضلي يا دكتوره. يا اخت دوله، انا حاسه بيكي، حاسه بمشاعرك، حاسه باهانتك، حاسه ان خير تعمل شر لقيتي. بس مثلنا مش الناس، مثلنا نشوفه عبر الصليب. الرب يسوع نفسه يعني وهو أحب حتى المنتهى وقد أكمل به على الصليب، ومع ذلك قال لله الآب اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. حضرتك عارفة الأصول الكتابية، حضرتك مضحية، حضرتك محبة، والكلام ده لكل واحدة وواحد بيقدم الخير ويلاقي شر من جميع في كل القارات الخمسة. ونبص لربنا ونقول يا رب انت ما ترضاش، انا متهانة، انا حسيت بانه انا محرومة من انه انا فعلا ولا حتى كلمة شكر، لكن ما بيضحش عند ربنا، وربنا هيكافئك تأكدي من حيث لا تعلمين. ممكن ربنا جدا يكافئك في حاجة برا الناس دول، بس اوعي توقفي عمل الخير لهم، اوعي تخلي نهر المحبة اللي عندك حد يسيطر عليكي ويغلقه بسد منيع اسمه الكرامة، واسمه عندك حق كبشر، لكن في نفس الوقت قولي يا رب اديني بنعمتك قوة غنية احتمل فيها واصبر واعطي واستمر اعطي حتى نهاية العمر. ربنا يباركك يا أخت دولة، انت مثابرة ورائعة ومخلصة جدا للعمل الله من خلال البرنامج هنا، وانا واثقه ببرامج اخرى ايضا. ربنا يباركك وبفرح بيكي. شكرا. ولقائنا في مصر كان رائع ايضا. شكرا لاتصالك حبيبتي اختي دوله. معانا اتصال من السعوديه، دكتور احمد، اهلا وسهلا بيك. اهلا، صباح الخير ميرفت هانم. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. احنا سامعين حضرتك، اتفضل. تحياتي لحضرتك ولاستاذنا الشيخ نعيم والهانم، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. فالنتاينز داي تو يو. سيم تو يو. انا مش عايز عايزه اتكلم كده عن الحب، لاف فروم ميديتيف بوينت اوف فيو. مش عايز اطول على حضراتكم. اتفضل. الحقيقه اجتمع المتاملون والشعراء والفنانون وأناس كثيرين على الحب، واختلفوا في توجهاته وفي موضوعاته. والحب في تعريفه من الناحية التأملية، أنا بتفق مع الشيخ نعيم إن تجزيء معنى الحب هو يعني شيء ربما يكون غير مناسب. Love is to give without return. الحب اللي الإنسان يعطي بدون سبب، والحب هو نهر من وجهة تأملية. لفليف دي لامور، الحب هو نهر حضرتك، وهو الحب بيسموه ذا فلو ذا ريفر. ولذلك المتأملين، انا عندي مقطوعة الحياة التأملية اسمها اويس تو ذا ريفر. نعم، الحب هو جريان النهر. النهر في فلسفته بيجري ويصب في المحيط، ولذلك النهر لا يفقد ماءه حينما يصب في المحيط. النهر إذا كان أناني وتجمد، لا حياة في النهر المتجمد، هيحتفظ بكل الماء بتاعه. الحقيقة love changes poison to honey. ولذلك يعني ال birth with this two certainties. المسافة بين البيرث والديث انترفال هي دي الحياة. الحاجة الوحيدة اللي الإنسان يقدر يعملها في الحياة هو إن هو يحب. الناس تتعمد الحقيقة، الحب مشاعر، له مشاعر راقية وله ما
مشاعر تدعو إلى فهم الآخر والغوص في الآخر، ومصدر الحب هو الإله طبعا. نعم. هذا مما لا شك فيه. نعم. ولكن الناس اللي كانت دايما تقسم، اللي هي الناس اللي تتسم بالتعصب، وكان يعني أستاذنا يعني الفاضل دائما أنا أذكر الشاعر نزار قباني، هذا أقنومة الحب الحقيقة وشاعر الحب المفترى عليه. وأنا كان لي علاقة بهذا الشاعر الله يرحمه بقى. المهم يعني زمان أستاذنا الكبير عباس العقاب وصفه أنه رجل دخل مخدع المرأة ولم يخرج منه. وزمان الناس كانوا محترمين على فكرة زي الأستاذ عباس العقاب في نقدهم. فكتب نزار قباني قصيدة من القصائد اللي ربما تكون يعني غير معروفة، ويقول عني الأغبياء أنني دخلت إلى مقاصير النساء وما خرجت، ويطالبون بنصب مشنقتي لأني عن شؤون حليبتي شعرا كتب. أنا لم أتاجر مثل غيري بالحشيش، ولا سرقت ولا قتلت، لكنني أحببت في وضح النهار، فهل تراني قد كفرت؟ ويقول عني الأغبياء إني بأشعاري خرجت على تعاليم السماء، من قال إن الحب عدوان على شرف السماء؟ إن السماء صديقتي تبكي إذا أبكي، وتضحك إن ضحكت، وتزيد أنجمها بريقا إن أنا يوما عشقت. ماذا إذا غنيت باسم حبيبتي وزرعتها في كل عاصمة كغابة كستناء، فأظل أحترف المحبة مثل كل الأنبياء، وأظل أحترف الطفولة والبراءة والنقاء. وأنا شاكر جدا. شكرا شكرا للعميل. شكرا جدا. وربنا يبارك ويبارك خدمتكم، وتحياتي للشيخ نعيم وربنا يوفقه. شكرا جدا دكتور أحمد. شكرا جدا لاتصالك. يا دكتور أحمد جميع مداخلاتك ممتعة، مداخلات إنسان مثقف متحرر قوي. أنا في كل مرة بستمتع بحضرتك وأشكرك على تحياتي. شكرا جدا ليك دكتور أحمد. معنا اتصال من مرنب محبوب برضو على قلب الشيخ نعيم، من حبايب وولاده الجمال المميزين اللي برضو ليهم الحنجرة القوية والصوت القوي، الأخ المرنم تامر العجمي. أهلا وسهلا بيك. ألو، مساء الخير والسعادة والحب. مساء النور يا تامر. قناة الكارما وكل العاملين. أمين. والمشاركين في الخدمة في قناة الكارما، كل سنة وانتم طيبين. وأيضا سلامي ليك يا أخت نزل، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا تامر. أهلا وسهلا بك. وسلام طبعا خصوصي قوي 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 يعني الأنك النعيم. تعيشة تامر. طنط أمال، كل سنة وانتم طيبين، وعيد حب يا رب يكون يعني بركة ليكم. أمين. شكرا يا حبيبي. وانت كمان حبيب. وانت طيب يا تامر. تعيش. أهلا بيك. أنا عارفة أن الوقت قليل قوي، بس برضو حلو نسمع منك ولو جزء من ترنيمة يا تامر، طالما انت معانا على الهوا دي فرصة جميلة للمشاهدين ولينا. اتفضل. هو الحقيقة كان أنكل نعيم كان يعني كتب كلام كده الوقت اللي فات، والمفروض انه هنعمله يعني وهينزل بعد شوية لما يجي الوقت المناسب يعني. رائع. بس انا حابب اشارك يعني باللحن ده وبالكلام الحلو ده اللي بيفكرني بأحلى قصة حب في التاريخ حصلت. الرب بنفسه علمنا يعني ايه نحب بنفسه، هو جيب نفسه وحبنا الى الموت الى المنتهى يعني. نعم. يعني هو قال كده ليس حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه من اجل احبائه. نعم. وهو نبذ الحب وعلمنا ازاي نحب حتى نحب اعدائنا كمان. فانا نعم. شايف انه اعظم قصة حب فعلا حصلت في التاريخ هي مجيء الرب بنفسه. نعم. لينا وقرب لينا واصبح قريب لينا وحبنا الى المنتهى. امين. ممكن نعيم بيقول كده احلى حكايه في الزمان حصلت هنا من زمان، لما المسيح جه ارضنا، لما اكتمل ملء الزمان.
يعني عايز اقول الكلام كله بس خايف الوقت يسرقنا فارنم على طول. اتفضل ولا ايه؟ اتفضل رنم يا تامر اتفضل. لا 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 احلى حكايه في الزمان حصلت هنا هنا من زمان. احلى حكايه في الزمان حصلت هنا هنا من زمان. لما المسيح جه ارضنا لما اكتمل من زمان لما اكتمل من زمان وعرفنا في كلمك من بعد الهوان. يا يسوع يا احلى قصة في عمر الزمان. وعرفنا في كلمك من بعد الهوان. يا يسوع يا احلى قصة في عمر الزمان. لينا يسوع وفي قلبه حنان نور عيون فتح ودان قوم كشيح واقع تعبان مسح دموع شال الأحزان. وعرفنا في كلمك من بعد الهوان. يا يسوع يا أحلى قصة في عمر الزمان. وعرفنا في كلمك من بعد الهوان. يا يسوع يا أحلى قصة في عمر الزمان. جهلينا يسوع بسلام وإيمان شبع محروم روى العطشان. يا ما بيت مهدوم أصبح عمران. يا ما قلب حزين أصبح فرحان. أمين. وعرفنا في كلمك من بعد الهوان. يا يسوع يا أحلى قصة قصة في عمر الزمان. آمين. رائع يا تامر رائع جدا. وأنا يعني مع اعتذاري لكل الموسيقيين أنا هعمل وقت المرنمين ترنم من غير موسيقى. فعلا فعلا أبدعت. ربنا يباركك. وأنا هسيب أنك النعيم يعلق. اتفضل يا أنك. تامر أنت حبيبي أنت عارف طبعا غير ما تقول أنا عارف. بس اليومين دول زعلان منك يعني في عيد الحب ما تجيش تزور أبوك. أهو زارك يا أنك زارك. زارك على الهواء. شكرا يا حبيبي ربنا يباركك ويبارك كل كلمة بترنمها. أنت علامة وبصمة كبيرة في تاريخ الترنيم. شكرا يا تامر. هذا أعتز بيها يا أم يعني دايما أنت بتشجعني وكلامك فعلا بيكون دفع للأمام ليا وبيشجعني بيديني ثقة في نفسي أكثر. تعيش يا حبيبي. ربنا يباركك. تعيش الرب يبارك ويباركك يا تامر. شكرا لوقتك ومداخلتك وترنيماتك ومشاركتك وكلماتك. ربنا جدا يباركك. خلينا نرجع ولادك الحلوين اللي بتعتز بيهم. انا مبسوطه. خلينا نقول بقى افكار عن اله الحب. ايوه مهما اتكلمنا عن محبه ربنا مش هنعرف نقول. نعم. لانه حجمه اكبر مننا والحب اكبر مننا واحنا بنهبش بس عشان نوصل. بس اقول لحضرتك عمل فني جميل كتبه شاعر كتب قصة رمزية جميلة بتعبر عن فكرة الله محبة. القصيدة دي معناها بيقول ان في راجل عملاق ضخم جدا جسمه قوي وقلبه غليظ جدا وعقله جامد وعواطفه ناشفة وقف وسط مجموعة من الناس الغلابة يشتم في كل واحد منهم شوية. ولما لقاهم ساكتين اتشجع اكتر شتم الأرض وشتم السماء
ولعن في كل حاجة ويتحدى فيها ربنا، بيقول لو في حاجة اسمها ربنا طب يعمل لي أي حاجة، وطلع مسدس من جيبه وضرب طلقتين في الهواء بيضرب ربنا. الناس الغلابة الطيبين ساكتين بيميلوا على بعض وبيهمسوا، بيقولوا عارف هيحصل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هتنزل نار من السماء تاكل الراجل ده. التاني رد عليه وقال له لا، دي هتتشق الارض وتبلعه، الراجل المجرم ده. التالت قال لا، ولا نار ولا هتتشق، ده ربنا صنع انسان، ده قلبه هيتوقف دلوقتي في اثناء الكلام. واحد رابع قال لك لا، ده ربنا لازم يظهر قوته، ربنا هيحوله كلب او هيحوله خنزير. خامس وسادس وكل واحد منهم عمال يقول ربنا هيعمل ايه في الراجل اللي بيشتم ربنا. لما ضرب طلقات الرصاص في شويه حمام كانوا في برج، خافوا من طلقات الرصاص وطاروا في الجو، وهم بيطيروا بيشكلوا كلمه الله محبة. امين. القصة الرمزية جميلة الشعرية اللي بيقولها الراجل ده، عايز يقول ربنا مش بيعمل اعمال ردود الفعل اللي احنا بنعملها، ربنا مش بيتعامل معانا بعصبية، ربنا ما عندوش كبرية، ما عندوش تسلط، ما عندوش سطوة، لكن جوهر الله، جوهر الله هو الحب والحنان والرحمة. والحمام اللي قال الله محبة أعلن به ربنا لينا سورة الحياة. هللويا. هللويا. أيوة. فعلا تستحق. هللويا. أمين. هللويا. دكتورة أمال، الله بيحب كل إنسان محبة شخصية. صحيح صحيح. ومع ذلك الناس فكروا غلط. فكروا غلط، تصوروا إنه الله سلطة. وفي فهم خاطئ عند أغلب الناس يمكن نقدر نقول عن إن السلطة معناها الغطرسة والقوة والسلطان والدوس على الآخرين والانتقام والتسلط. اللي بيحصل ده بيسبب خوف جوانا، خوف ضد البشر، خصوصا لو بيعملوا حاجة سرا ما ربنا ما يرضاش عنها، مع انه شايف كل حاجة وعارف هما بيعملوا ايه ويفكروا ازاي وايه الحاجات اللي بيرتكبوها، وما زال منتظرهم يرجعوا له بانهم يتوبوا ويعرفوه. كان في قضية فعلا في بنت شابة ووالدتها عايشين في أثناء مرحلة عصر طباعة الكتاب المقدس، والبنت شابة وأمها كانوا مليانين خوف في حياتهم، حاجات مش مظبوطة، وحاسين إن الله هينتقم منهم وخافوا برعب شديد جدا في حياتهم. البنت الشابة كانت بتشتغل في مطبعة من مطابع الكتاب المقدس، وفي أثناء الطباعة بيبقى في أوراق بتتشال من على المطبعة، في أوراق بتتقص بشكل معين. المهم لقت قصاصة ورق من المكتوب عليها بعض آيات الكتاب المقدس، ولقت فيه جزء من آية: هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. واو. مش لاقية الباقي. القصاصة انتهت عند كده، ما هيش لاقياها، لكن عند بذل. راحت وقفت عند بذل. هكذا أحب الله العالم حتى بذل. بذل يعني أعطى، بذل يعني كريم في عطائه، بذل يعني إدى، بذل يعني تحنن، بذل يعني غفر، بذل يعني بيدي دفء وأمان، بذل يعني بيدي حنان. اللي حصل فعلا، راحت والورقة في إيديها لأمها، قالت لها على العموم يا ماما كل مفاهيمي عن النص ده أنا مش لاقية بقيته فين ومعرفش ألاقيه فين، لازم احد الكهنه هو اللي يقول لي. كان ذلك العصر الكتاب المقدس غير متاح غير لرجال الدين فقط. فلما رات الايه قالت لها على العموم بذل دي تديني مفتاح، مفتاح خاص جدا، وهو انه لا يمكن الله ما دام بذل يبقى شخص بيدي، يبقى مش ممكن يكون شخص اناني، والعدو هو اللي تخاف منه وربنا مش عدو، لانه بذل اعطى، العدو بياخد بس، اما الشخص المحب هو اللي يعطي. فانا مش خايفه اني مور، انا مش خايفه تاني، لانه الله بذل، الله اعطى.
واحتموا بالآية وبنصها بنصها وحسوا بقناعة إنه الله في دفء والله في بذل والله في حب، مش ممكن يبقى مخيف. دي فكرة مغلوطة كانت عن الله، الله المتسلط الجبار المنتقم الذي لا يغفر، الله البعيد عن المحبة. رائع رائع رائع، الله يباركك. فكرتني حضرتك لما قلت على حكاية المحبة الشخصية، في ناس كتير تقول لك أيوة الله محبة بس بيحب الناس الكويسين، مش بيحبني أنا، يحبني أنا بتاع إيه وأنا عملت إيه عشان يحبني. هذه برضو فكرة من الأفكار لازم نتعمق فيها، محبة ربنا للكل مش للكويس والوحش، لأن كلنا وحشين بالنسبة لقداسة ربنا، إحنا كلنا وحشين. ربنا بيحب الكل مش عشان عمل إيه، لأن هو بيحب. واحد مرة حب ينشر الفكرة دي وسط الناس، فطلب من محل ما اللي بيعملوا هدايا، قال له اعمل لي حاجة مدورة كده، وكتب عليها سؤال بيقول له تعرف مين الشخص اللي ربنا بيحبه؟ فكر شوية بينك وبين نفسك. كل واحد بيبص يقول اه بيحب كويس، قال له بعد ما تفكر اقلب الورقة دي، في ظهر الورقة دي حاطط براية عشان كل واحد يبص يشوف نفسه. خلينا فاكرين دي ان ربنا بيحب كل الناس وبيحب كل واحد محبة شخصية مهما كانت حالته. يمكن في حد دلوقتي حاسس انه مكروه، ده ربنا ما يحبوش. احنا نستغل فرصة البرنامج ونقول يلي سمعنا ربنا بيحبك. امين. رائع رائع حضرة الشيخ. وفي النهاية حضرة الشيخ عايز اقول لك عناية ربنا ككل بتشمل روشتة حب. مكتوب فيها ايه؟ الحاصل فعلا انه الاطفال بيحتاجوا رعايه خاصه، نعم، في كل مراحل عمرهم، وخصوصا لما طفل يمرض ويبقى في مستشفى محتاج رعايه خاصه الخصوصيه كمان. فاللي حاصل كان في بنت طفله حوالي 10 سنين في السن، وكانت مريضه مرض معروف وبتاخد العلاج الصح المعروف في مستشفى معروفه، مش ناقص اي حاجه غير لمسه ربنا انه يستخدم العلاج والتمريض. نعم. لكن حصل ان البنت بتتاخر في الاستجابه للعلاج، مش بالاستجابه المطلوبه بالسرعه المطلوبه. فاحتار طبيب الاطباء رئيس فريق الاطباء في علاجها، طب اعمل ايه؟ في ايه غلط؟ فلاحظوا انه البنت ممكن قوي تكون محتاجه معامله افضل ميبي. وبعدين قال يمكن واحد من الاطباء او واحد من الممرضين ما ابتسمش في وشها وهو بيديها العلاج، او كان بيعملها باعتبارها حاله مش انسان. فكتب الروشته الاتيه: قال هذه الطفله فلانه تحتاج الى جرعه حنان كل 4 ساعات. واو. فده بيوصينا كلنا احبائي، مهما كنت كبير او صغير كلنا محتاجين جرعه حنان، والاخرين اللي حوالينا محتاجين جرعه الحنان. اوعى نبخل بيها، لأن دي مهمة جدا، بتمثل محبة الله من خلالنا للآخرين، وبالتالي لما تحب أكتر هتتحب أكتر، مش هيضيع. أمين. هيرجع لك عن طريقه. أمين. دكتورة أمال يعني أبهرتونا وأسعدتونا حضرة الشيخ، أسريت حلقتنا بكلماتك وشعرك وكل أمر عرضته لينا. كل سنة وحضراتكم طيبين. طيبين. وشكرا جدا ليكم. طيبين. وجميع فريق العمل طيبين. أمين يا حبيبتي. ثانك يو حبايبي، من كل قلبي بشكركم. كل سنة وانتوا طيبين، وإلى لقاء قريب، ومعا نحو عالم أفضل.